ظل التواصل بين مصر وموريتانيا مستمرا وقويا عبر الجسور المختلفة العلمية واللغوية، وذلك بواسطة العديد من الجهات التي تحرص على وجود هذا التواصل، سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي. علاقات بين البلدين بدأت تتبلور منذ عام 1963 مع قيام أول وفد رسمي موريتاني بزيارة مصر بدعوة من حكومتها. وللمزيد من المتابعة حول أهمية هذه الزيارة وتوقيتها، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، أرحب بك. أهلا بيك يا فندم، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. نعم دكتور حامد، كيف تقرأ هذه الزيارة موريتانيا؟ وتابعنا زيارات سبقتها لوزير الدفاع وأيضا لوزير الخارجية الموريتاني منذ بداية هذا العام، أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الموريتاني لمصر. طبعا هي زيارة بتأتي في توقيت دقيق وحساس بتمر به القارة الأفريقية بشكل كبير جدا في ظل متغيرات أيضا دولية حقيقية، وبالتالي هي زيارة لترتيب الأمور بين مصر وموريتانيا والعمل بشكل كبير على إيجاد تفاهمات في القضايا التي تمس الأمن المصري والأمن الموريتاني والقارة الأفريقية. زيارة بتعكس أن هناك رغبة وإرادة سياسية مشتركة بين مصر وموريتانيا للعمل على إيجاد تفاهمات في هذه القضايا وإيجاد حلول أفريقية للقضايا الأفريقية. رؤية مهمة جدا يتم صياغتها على واقع الأرض، رغبة متزايدة للعمل على أن يكون هناك رؤية حقيقية استراتيجية تحقق الاستقرار في القارة الأفريقية. القيادة السياسية المصرية منذ توليها الحكم وهي انفتحت على القارة الأفريقية بعدما تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام 2019، نجحت الدولة المصرية في إعادة صياغة علاقات قوية مع كافة الدول الأفريقية، وبالتالي هي زيارة سيكون لها أثرها الإيجابية على كافة المستويات سواء سياسيا سواء اقتصاديا، بما يتوافق مع الرؤية المصرية التي دائما وأبدا ما تبحث عن حلول أفريقية للقضايا الأفريقية. نعم، ما الذي يمكن أن تقدمه مصر لموريتانيا فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية؟ يعني كانت هناك من قبل العديد من مذكرات التفاهم تم توقيعها في عام 2016 في مجالات مختلفة، لكن لو تحدثنا عن الشق الاقتصادي، كيف يمكن تحقيق يعني هذا التبادل التجاري وفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين؟ طبعا مصر لديها تجربة رائدة وملهمة، وأصبحت من أفضل الدول التي حققت سفرات اقتصادية في الفترة الأخيرة، وبإشادة كافة المؤسسات الاقتصادية والدولية، وبالتالي مصر قادرة على أن تلعب دور مهم في إيجاد صيغة مشتركة فيما يخص الكثير من الملفات الاقتصادية الهامة. مصر لديها القدرة، خاصة أن الدولة المصرية تجربتها تريد الكثير من الدول أن تستفيد من هذه التجربة وتريد تنفيذها على واقع الأرض، وده اللي شاهدناه من خلال إشادة الكثير من الدول بالتجربة المصرية. نجحت الدولة المصرية في إنشاء بيئة تحتية قوية، نجحت الدولة المصرية في إيجاد بيئة تشريعية حقيقية لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأيضا أعلى العوائد، وبالتالي مصر أصبحت قبلة للمستثمرين العرب والأجانب والأفارقة، وبالتالي أيضا مصر تستطيع أن تلعب دور مهم جدا لدعم الاقتصاد الموريتاني في إطار الحرص المتبادل بين الدولتين، وفي إطار القدرة المصرية على تحقيق الكثير من النجاعات والنجاحات التي تتنعكس بشكل كبير على حياة الشعوب. وكان هذا هو امتداد، يعني سيتم توقيع الكثير من المذكرات اليوم، وهو امتداد لما تم توقيعه في العام 2016 في إطار مبدأ رابح رابح وتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة والمنفعة المتبادلة، وبالتالي سيكون هناك آفاق أرحب من الناحية الاقتصادية في ظل الأزمات العالمية المتتالية وانعكاسات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والتي لا يمكن لأي دولة واحدة أن تتغلب عليها إلا من خلال التنسيق والتشاور والتوافق بينه وبين الدول، خاصة أنه أثناء انعقاد
او رئاسه مصر للاتحاد الافريقي في عام 2019، تم توقيع الاطار التنفيذي لاتفاقيه التجاره القاريه الحره اللي بتخدم اكثر من 1.3 مليار نسمه بحجم استثمارات 3.4 تريليون دولار، وده رقم كبير جدا، ومن الممكن جدا ان يكون هناك الكثير من مجالات التعاون فيما يخص العلاقات الاقتصاديه لتنعكس بشكل ايجابي على قوه العلاقات السياسيه. نعم، القاهره ونواكشوط تتفقان وتشتركان في رؤية واحدة متعلقة بحتمية مجابهة الإرهاب، خاصة مع ما تعنيه القارة السمراء في منطقة الساحل والصحراء من اضطرابات وتواجد لجماعات إرهابية متعددة ومنتمية أيضا لعقائد مختلفة. مصر كان لها باع في مساعدة الدول الإفريقية على مكافحة الإرهاب ومحاربته من خلال إرسال الدعم لها والتدريب. ما الذي يمكن أن يقدم في هذا الإطار في هذه الزيارة بناء على ما تم مسبقا من تواصل في هذه النقطة بالتحديد؟ يعني كان هناك كلمة لفخامة الرئيس السيسي أمام قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي منذ أيام قليلة، وأكدت على معاني ثابتة في مجال مكافحة الإرهاب، باعتبار أن مصر كانت يعني رئيسة لمجلس السلم والأمن الأفريقي أكثر من مرة. وايضا الملف اللي حضرتك اشرت اليه وهو ملف مكافحه الارهاب هو ملف يقرق كل دول العالم في ظل ما تشهده الشقيقه السودان تحديدا في منطقه القرن الافريقي من صراعات ستؤثر بشكل كبير على انتشار الجماعات المسلحه بشكل متعاظم، خاصه ان السودان لديها حدود مشتركه مع 7 دول منهم 4 دول الوضع الامني بها مناطق رخوه، وبالتالي ارى ان التنسيق والتشاور ونجاح الدوله المصريه في تجربتها القويه في القضاء على التنظيمات الارهابيه، بل ليس هذا فقط ولكنها نقلت هذه التجربة في ظل أن الدولة المصرية لديها أجهزة استخبارات على أعلى مستوى، وكما يعلم القاصي والداني أن المعلومة هي الأخطر في المنظومة بالقضاء على التنظيمات الإرهابية، وبالتالي مصر تقدم كل الدعم للشقيقة موريتانيا ولكل الدول الأفريقية للقضاء على التنظيمات الإرهابية، لأن آفة الإرهاب هي آفة عالمية، وإذا تمدد الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي فسيؤثر بشكل كبير جدا على القارة الأفريقية، في ظل أن التنظيمات الإرهابية تريد أن تعيد تنظيم نفسها مرة أخرى. ولكن أرى أن التعاون المصري الموريتاني وغيره مع الدول الأفريقية سيؤدي إلى القضاء على هذه التنظيمات، نظرا لقوة الدولة المصرية وتجربتها الرائدة فيما قامت به في السنوات الماضية من القضاء على التنظيمات الإرهابية. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف.